خلصنا وفي جدة لنا الحين، بس عندنا مشكلة يا جماعة الخير. الأسد يقول أنا لازم أشرب قهوة سوداء. والله ما أدري الأسد متعرف القهوة السوداء ومتى شاف القهوة السوداء الأسد. يعني هي ماسكة على القهوة السوداء الأسد. طيب أنا بس هيك سؤال، أنت كملك ما شاء الله تشرب القهوة السوداء سنتين؟ ما طرحته في خير والله. 30 سنة. نعم. صدقون كل عرب يحسبوني كبير يا محبول. 30 سنة من أن جالك 30. ما عاد ورع. إيش تضحك؟ على 30 سنة. أكبر من يشوف كذا مدة. عنا عيالك كثير. ترى. لا تبوع على الناس يا مدة. ترى إحنا اللي مزوجين كخفي ونعرف عمرك. طيب يا لسه. إذا قلت عمري إقرب. تراني أنا أحبك وعزك وغلي. إذا قلت عمري الحقيقي ترك عندي جائزة. جائزة؟ نعم. عمره 28. بزود لك الجائزة. خلاص زود الجائزة. نعم. 20 سعيد ما ولد. أنا مسكته يودونك لين يدخلونك في المقهى. لما إذا دخلوك فيه سكته تقول محزنين، تقول ما تدري وش عنده. ذكرت الله بيه سعيد. الله أنا بلشان فيك وجو خوالك معك. وصلنا مكة بيت أبو سيف. يا حلوك يا ابو سيف حلو. يا مرحبا. هل بقى والعمر الطويل يا خالد؟ كيف حالك؟ حيب. طيب. تتلبق فوق صلعتي لبق. يا زقنك انت وصلعتك والارض اللي انت فيها يا شيخ، ويسعد جوك. يسعد جو مكة والزير تحت النخلة والاجواء الحلوة. الله يسعد هالوجه يا ابو سيف. يا زقن جيبك زقناه. سلام عليكم. مساكم الله بالخير. هذا مخلد. نستاذن يا ابو سيف. نستاذن. لا والله بدا. لا والله انا بنمشي. لا والله بدا. نحن ابو الهلوج. يا هلا يا مرحبا. البقاء والعمر الطويل يا ابو سيف. يا مرحبا يا خال. والله العظيم اني انبسطت يوم شفتك. الله يحييك يا خال في بيتكم وفي محلكم. الله يسعد هالوجه. عند بني خيكم. الله يحييكم. والله اني يوم المطر جيتكم. الله انك. وشوف انا داري انك اكله بخاطرك غلطك علي في الشمال يا اخوي. انت كيف دريت عني؟ ولا والله العظيم اني مستحم منك يوم انك قلت. لا يا خال يا ولد. مره خذ راحتك وانا من اليوم وصاعد اقول سامحتك كثير بقلبي الكبير ومش غصب عني ولكن لأني بحب الضمير. ضمير الفلس. ما أنا مسامحك الوجه إلا مرة. أخت وخذ راحتك مرة. عدك راميها في بحر ما عليك. أقول الله يسعد هالوجه. أو يسعدك. أنت فنان يا أبو سيف، بس تدري وش المشكلة اللي عندك؟ إنك تجيب نوب بعض الناس. والله أنا ما ودي إني ألقاهم. والله هذول فنان كيف الذي فكر؟ هذول جمع ثلاثة بلا نيشان. نيشان؟ نيشان والله في رأسك. أي والله. شوف يا بندر. أنا والله إني ما أحب المكان اللي تجي فيه. والله؟ أي والله. بالذات من يوم هلا رمضان الشياطين مربطه وانت انطلقت علي ما ادري من. ايه. انا ما نبقى لك قاعد الا بعد رمضان. لا تهرجني هالحين. انت ما تستحي. انا بشتكيك على ابو سيف. عشان يا ابو سيف بالله يرضيك ان الرجال هذا ايش تسوي؟ مو سويت ترى خمره باقي عليك يا غبي. انا رحت هناك براسي داري انا. هالحين انا بعرف انت يوم انك دقيت علي ليله رمضان وايش قلت لي؟ تقول لا اشوفك ولا تهرجني رمضان كله. هو انت علشانك سخنت تعود علي يعني؟ انا وش جاك مني يا ابن الحلال؟ جاني حاله منك ما دنا عايف وجهك. والله العظيم تشوف يوم من فرحت عليك اقول غازي تسوي ساتر زي حق المساجد. فكني من الرجال هذا. بس الحمد لله. طيب انا وش سويتك يا اخوي؟ ما ادري الى عينت في وجهك. ودي اعطيك بلب خمس لا ذلك تصف. وبعد بكلمكو ترى يمكن ما بالحاله هذه جت عندي. نوب واحد معك دايم 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 تكرهه. وش المشكلة؟ بالله يسألهم. وش المشكلة؟ اي يعني مرضك هذا مغر علي انا من ذي غانم كله؟ انا علمك بس لا قبل 6 شهور كرهت غازي. ايش؟ والله العظيم. طب عقلك معك؟ قلت يا ولد هذا العالم اللي تحبك كلهم ومتابعينا انا كره الصاحي والمجنون. ادور
ادور عذره في الرجال. لا حتى لو يقول لي سلام عليكم مدة طسبته ما ابغى يقول سلام. اشهد بالله انك خلفه حتى امراضك انها خلفه. والله العظيم مرضي هذا يكرهني في العالم. فليت ما بليت بس ما اجي في الحرمه. نبي نعلمك المساري على الجيش تمشي ذلولك لين يفتر جهادها. خبرك ما انت بضارين بالمطاريش نبيك تونس حلوها من نكدها. ليله على مسرى وليله مغابيش وليله نخلي نومها المرقدها وليله على تمره وليله على عيش وليله نوكل كشحم صيد يدها. يا علي لا جيت العرب لا تجي ديش خبر اللي اجاب السوالف سردها. احفظ لسانك لا يجي فيه تبطيش تصبح عيونك كايدات الرمدها. يجيك من يشدك نشدة تفاتيش يبي يصنع هرجة يعتمدها. خله يقوم مفلت في يده ريش يروح منك حاجته ما وجدها. حياكم الله يا مرحبا. والله اني من والله اني من حاش عنكم من الحويه. رحت انا وبو رحت انا وبو ترف وبو نادر. ابو ترف وين؟ الحين ابو بندر. ابو بندر جاء ولد سماه علي البارح اجل انت ما تدري. انا طالب من يوم جت سخنتك حقت رمضان هذا. انا طالبك تدير حنفي طلبه. مر دقيقه يا ابو سيف الموضوع صدق؟ والله لا هذا رد. وش عندك يا صدق؟ والله العظيم اي والله تم حنف كر مليان. نعم مخلد فاضي مخلد فو مثل البو. والله يا ابو ترف اني اذا في سقطه في تاريخك ان ما في سقطه الا تسميتك لاسم بندر. علي الغازي منك لما تعقد اني نشتالك واضربك في شره الراك هذا اللي عندك. طيب يا انا بلع النعم هذا يا بندر تعوذ من الشيطان. انا باه يوم دقيقه صل على النبي. انا الرجال مسمن ولده علي تقول اخطي. انا باه يوم اسمع انا باه يوم سمى يسمي له على رجال قول فعل. دقيقه انا بعلمك دقيقة يا ابن حار. وش عندك؟ أنا بعلمك. أنت ما فيك قصور يا ابو حشر. رفيق وابن عم. رفيق وابن عم. الضيف على الضيف مطلق. لكن أنا من باب إني هذا ما هب يوم يومين الاسم شهر شهرين. الورع كم يبي يعيش سنة؟ يبي يطلع رجال بكرة. طيب ومش المشكلة؟ لا هم سمن عليك يا ابو حشر. من انت الخمت يا الخمت انت تسكت ولا لا؟ ترى اني بطسسك الا نهبل بتخالف. ها؟ البارح ما انت مسبيت بندر خلاص؟ الا وانا كلت العائله. ثلاث ايام. لا عاد تغير ولا تعرض، خل مخرج تسمي على مخرج ما لقيت، خل مخرج، مخرج ما حد سمى له. يوم سمى يا ابو حشر سمي على واحد للصولات وجولات. الف. ماني عينك؟ هلا ونعم يا ابو حشر. خلاص الرجال سمى عليك بس وش الانجاز اللي سويته في الحياه؟ مالك فيه لازم انت تحقق معي عندي انجازات ولا بركه وكل انجاز يا ابو حشر. شوف برا يا ولد حنا نعرف اسباع ديارنا. كلنا سواسية. انا ولدي يضحك حتى داري اني ابوه ما عنده سالفه. ثلاث ولايات من الشمال للجنوب وش تبغى غيره؟ وش؟ كل شيء. كلها بدين وعمل عين. من البر للبحر بدين وعمل عين. ما يعيب. ولا يعيب احد الدين. انت معك مرض؟ شلون سميته؟ لا حتى انا اسمي لا تسمي مخلد لان ما عندي افعال يعني ما قد اعتقت رقبه ما قد فكيت مسجون يعني الحقيقه تنقال. انت ليش ما سميت على غازي خليته يعطي فلوس وايد؟ تقدر تعاقب يا رخمه خلى الفلوس انت تحسب ان الناس تسمي تدور فلوس مثلك على وين؟ تدور فلوس مثلك يا خال انا بلا رجال الفايده اسمك ما في فايده عقب ولد مسميه ما هب خفت خالد تشوف الرجال يضغط علي في محلك ابشر باللي يرضي سكت يا رجال يا ولد اجلس اجلس بندر سما انت سميت يا عنه تباه راعي ابل والله ما يطلع ما يطلع راعي ابل اللي يجيب لك الدين والعمل عين ويطلع راعي شاوي شوف يا ابو ترف ولدك شاوي والله ما عاد اقول لك خير ابو ترف اصبر يا ابو سيف اصبر الحقيقه مره